النهارده هنعمل مع بعض بتنجان بالصويا كده بطريقه مختلفه شويه اسيويه. طيب ايه المكونات اللي عندي؟ حاجات بسيطه جدا. عندي هنا شويه من البتنجان، عندي للصوص سكر بني، صويا صوص، عندي نقطه من الخل، وعندي سمسم وبصل اخضر للجرنش، وعندي شويه من الرز الابيض للتقديم. طيب احنا عايزين نعمل مكعبات، وعايز اعملها مكعبات صغيره. هنحاول نحافظ ان ايه السلايسز تبقى نفس السمك عشان في الاخر يطلعوا المكعبات قد بعض. عندي شويه زيت على النار بيسخنوا على حراره عاليه، ومش عامل زيت غزير، عامل بس شويه كده من الزيت نقلي فيهم المربعات دي بسرعه. المكعبات بتاعتي على بوله، نديها تتبيله ملح وفلفل بسيطه جدا، وهنزل بيها اهو. وزي ما قلت لكم كده، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، وعلى طول هنزل في الزيت. زي ما قلت لكم حراره عاليه. هناخد مكونات الصوص. عندي هنا اهو صويا صوص، نقطه من الخل، وعندي هنا السكر البني. اقلب كده الكلام ده شويه، ده هينزل في الطاسه بعد ما نخلص البتنجان. ندي تقليبه كده، ناخد البصل الاخضر، حلو قوي، طمن على البتنجان، اديله تقليبه كده. طيب خلاص عندي البتنجان قرب، بس بحضر البصل الاخضر. انا حاسم البصل الاخضر هنا على مرتين، يعني شويه هينزلوا مع البتنجان بعد ما نعمل له الصوص، وشويه سايبينهم للجرنش في الاخر. ادي عندي اهو بصل اخضر، هجيب الرز شوية البصل الأخضر، وهاخد شوية من السمسم، المعلقة، هنقلب بقى الكلام ده. ده بس عشان ندي ايه طعم وشكل كده برضو للرز. عايز انقل الرز في الطبق اللي هنقدم منه. ننزل هنا وهنديله قلبه كده. بص ادي الرز، البتنجان عندي خلص. بصوا بقى اهو، هنشغل النار على الطاسه دي. انا رفعت بس البتنجان من على النار، مش عايزه يستوي اكتر من كده. جهزنا كده خلاص كل حاجه، فاضل لي ايه؟ نسخن الطاسه، هننزل البتنجان بتاعنا، هينزل عليه الصوص نمكسه، وننزل عليه بالبصل. وانا هنا مش هصفي البتنجان، احنا هناخده بزيته كده زي ما هو، هو ده اللي هينزل بيه في الطاسه الثانيه اهو.
نديله فرصة بس إيه يسخن كده. هاخد شوية من البصل الأخضر، هنخلي دول للجرنش اهو، وهننزل كمان بالسمسم اهو. ابتدى ايه يسيزل، الصوت بتاعه ابتدى يطلع خلاص، الطاسه سخنت، نديله بس ايه ثواني كده وهننزل بالصوص. هنا بقى لو عندنا شويه من الجنزبيل الفريش في البيت ممكن ننزل بيه، عندنا شويه من الثوم مفروم برده فريش ممكن ننزل بيه في الخطوه دي كده قبل ما ننزل بالصوص، نديله تشويحه. وزي ما قلت لكم انا ما حطيتش هنا زيت، انا واخد شويه الزيت ما صفتش البتنجان كويس، نزلته بس بكام نقطه الزيت اللي بيبقوا معاه دول على الطاسه على طول. نديله رشه كمان من الملح، ملح ما نكترش قوي لان احنا عندنا صويا كتير في الوصفه والصويا بيبقى ملحه عالي. على طول ادي الصوص، ننزل بالسكر اهو، نقلب الكلام ده كويس قوي، نديله بس ايه دقيقه كده ونقلب لحد بس ما يتقل معانا شويه، وتلاقي الريحه بتاعه الصويا هبت قوي وابتدت تهدى تاني. بصوا على طول اهو هتلاقيه ابتدى يغلي وابتدى يتقل. بصوا لما نعمل كده في الطاسه اهو ما بيرجعش على طول، بياخد وقت، ابتدى يتقل كويس. وعلى طول ناخد الباذنجان نسبيه على الرز. اخيرا ناخد البصل الاخضر وشويه من السمسم